تلاوت قرآن مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری المقری فضیلت الشیخ قاری محمد عباس ملک صاحب حافظہ اللہ، وہ میک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا۔ صدق الله العظيم۔